كم من الوقت يستلزم الحصول على طلب إقامة؟ من المستحيل إعطاء موعد محدد قطعيا، ولكن من المرجح أن الطلب يأخذ بين 6 أشهر للسنة للحصول على الإقامة. سيطلب من مقدم الطلب الحضور إلى المحكمة مرات محددة. في حال كانت القضية على جانب من التعقيد، يأخذ الطلب وقتا أطول. أما إذا كان الطفل سيتعرض للأذى أو أنه يحتاج طلب إقامة مؤقت، فيمكن إنجاز قرار المحكمة في يوم واحد.